أول حاجة أنا مانيش متفاهمين إنه رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب تحبوا نحصروه في الدفاع الدبلوماسية. لا الدستور قال ولا هذيك هي الحقيقة. الدستور أعطاه صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، أعطاه بطبيعة دي اللي نسميوها لي دومين ريزيرفي اللي هما السيادة الوطنية بالعلاقات الخارجية وبالدبلوماسية وبالأمن القومي بتاع البلاد، أما أعطاه صلاحية أنه ينجم يتدخل بمبادرات تشريعية كي رأى أنه من واجبه أنه يدخل، كي رأى أنه فما حوايج اللي تهم تونس بتاع 20 سنة الجايين، كي رأى أنه يلزم تدخل للوحدة الوطنية يطرح مبادرات تشريعية ينجم حتى يترأس مجلس وزراء. الهدف ما واش تعطيل خدمة رئيس الحكومة، بل أنا رأى أنه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية خلافا للي صار وللأسف اللي هي عركة، هي فريق مع بعض ويخدم من أجل البلاد ومن أجل مشروع الوطن. ورئيس الجمهورية بما أنه الرجل الوحيد المنتخب مباشرة من الشعب ينجم يعطي هالكاب هذايا، وينجم أكثر من الكاب، كان يرى أنه الكاب ما فماش يتبعوا فيه، وأنا نتصور كي يبدأ الكاب باهي لتونس حتى نائب ولا حتى رئيس ولا وزراء باش يكون ضد هالتمشي هذايا، ومن بعد يوفر له كل ما في وسعه سواء بتوفير الأمن للاستثمار سواء لتوجيه الدبلوماسية للجانب الاقتصادي، وباش باش يوظفها في الاتجاه هذا لازم يكون رجل اقتصادي، لازم يكون رجل معناتها ينجم يخاطب هالرؤساء الحكومات وهالرؤساء الجمهورية اللي في العالم توا في الدول العظمى في كندا ولا في فرنسا ولا والا في 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 اسبانيا، كلهم عمرهم 40 و45 رجال اقتصاد بالاساس، لازم يكون مواكبهم، لازم يكون فاهم تحديات العالم ويكون ينجم يعطي دفعة. وانا من منطلق هذايا مراش في دوري كرئيس جمهورية اللي باش نقعد في الاقصى وعامل التشريفات وكي بتهز الكوب نستقبلهم، أنا مش نكون رئيس جمهورية اللي يتحرك في الخارج يتحرك في الداخل من أجل معناتها التركيز الساق الثانية اللي هي قلت بعد تركيز الساق الأولى اللي هي الحرية والتعددية اللي ما زالت يلزمنا نواصله، بل أنا عندي تخدينا برشة تأخر. العبد الديمقراطي، العبد اللي عنده إيمان بالديمقراطية والعبد اللي أسس هالدستور هدايا، هالجانب تركيز مؤسسات الجمهورية الثانية من محكمة دستورية، استقلال القضاء، حرية الإعلام، سكول دو سورس كما يقولوا، أما باش نوفر وقت الكل الباقي من أجل الكرامة، إحداث الشغل، إعادة الأمل للتوانسة، إصلاح كل العقد الاجتماعي، تربية وصحة وتدخيل تونس في القرن 21 باستغلال اليوم فما اون ريفوليسيون صايرة في العالم، ريفوليسيون لا كاتريام ريفوليسيون اللي هي الثورة الطاقية والثورة الرقمية، هذا اللي نحبه هنا تونس، ما نحبش نخمو بالصغير ونرجعوا بالصغير، هذا اللي نحب نعطيه الروح هذه نحب نعطيها ونعطيها من منطلق علاقاتي ومن منطلق كفاءتي ومن منطلق معرفتي بدواليب الدولة وتقلد وزارات كبيرة في أوقات صعيبة، هذا كله مع رئيس الحكومة لأن لاني عارفه احنا زوز مع بعضنا نقودوا في هال الطيارة نتاع تونس، لازمنا مع بعضنا نتعاونوا عليها، ماناش في عركة، نكملوا بعضنا، هو عنده كل ما هو جيستيون وسياسات عامة نتاع الوقتية، أنا عندي أكثر لو كاب بلو لون تيرم، لو كاب استراتيجيك، لو كاب العلاقات الدبلوماسية، مع بعضنا نهزوا هل كما قلت معناتها قيادة هالطيارة نتعاونوا ماناش في عركة. إن شاء الله التوانسة يعرفوا يختاروا، إن شاء الله التوانسة يوصلوا الرئيس الحكومة ويوصلوا في البرلمان كتل ويقع توافق على شخص يشبه لي، باش تكون فريق يشبه لي نتكاملوا كما قلت لك فرد لوجيسيال. سيلباجي والله يرحمه توا وما هوش باللوجيسيال بتاع عصر، باللوجيسيال الرجل الواحد اللي يحكم وحده اللي يحب وزيره والتحت يديه، انا مانيش من اللوجيسيال هذا، انا نحب نحكم مع رئيس الحكومه، نحب اللي يهمنا هو مصلحه البلاد مش حزبي وولدي واللي يهمنا، وانا نرى كي الماجستير اللي عند رئيس الجمهوريه اللي نجم يخاطب الشعب التونسي اللي نجم يخاطب النواب كي تبدا حاجه في مصلحة تونس، ما نتصورش واحد حتى إذا عنده ذكاء سياسي حتى باغ اوبورتونيزم يمشي ضد حاجة اللي التوانسة الكل طالبتها،
انا كنقول لازمنا نراجعوا اساس المصعد الاجتماعي اللي تبنات عليه تونس، تربيه معناتها والتعليم. ما نتصورش فما رئيس حكومه حتى ماهوش متوجه نتاعي يقول لا انا ضد التربيه والتعليم وخلي المستوى نتاعنا هكاكا وخلي الناس تمشي تقرا في الخواص وخلي معناتها كل شيء يكون ان سوسيدير بوليتيك. معناتها العبد اللي يوصل للمركز هذاك وتوافق عليه 217 منتخبهم الشعب، الذكاء الجماعي ان شاء الله ما يخرج حاجه عبثيه، رغم اللي توا فما مخاطر انا نشوفه فيها الشعبويين وهاللي بوبوليست وهالفولكلور اللي يحبوا يقدموا ارواحهم لرئيس الجمهوريه. انا ديما عندي ثقه في التوانسه وان شاء الله تكون فريق، ان شاء الله نكون انا ومع رئيس حكومه ومع فريق حكومي ومع مجلس نواب في مستوى اللحظة. أنا الراء اللي احنا في تجربة سياسية فريدة من نوعها، حزب التكتل هو معناتها مواصلة إلى مسار كامل بدأ من تحرير البلاد إلى بناء الدولة إلى بناء الدولة العصرية مع الزعيم الحبيب بورقيبة إلى مجموعة انشقت طالبت بالديمقراطية في 71 بزعامة أحمد البستيري، بعد نفس المجموعة هذيك رات اللي كمشاو مع بلعلي في الديكتاتورية، عاودوا خرجوا أسوا التكتل في 94 لنفس الحلمة ونفس المشروع الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية، وإحنا تواصل لهالأجيال هذية. خذينا مسؤوليتنا في 2011 رينا للبلاد يلزمها تواصل في المسار الثورة، وقبلنا باش نحكموا مع النهضة اللي احنا نختلفوا فيه بتاريخنا يعني كنت نقول عليه، صارت أخطاء يمكن كانت التجربة الأولى والعباد عاقبتنا. توا هكا تشوف شكون مازال محكمش مع النهضة من المشروع للنداء للناس كلها للأفاق الناس الكل حكمت مع النهضة، يمكن مازال كان الجبهة ما حكمتش مع النهضة اللي بيه الفايدة. التوانسة توا لا تتقارن ش عملوا بالحكم مع النهضة، احنا كحكمنا مع النهضة وصارت أخطاء وقيمناها وقدمناها وعملنا تقييم ذاتي وصارت أخطاء، كنا نعملوا يجب نعملوا خير، كنا يمكن ناخذوا مواقف أجع، كنا هذا كله يمكن ما صارش. أما على كل حال الهاجس نتاعنا من 50 سنة اللي حكيت لك عليهم ديما تونس وديما المشروع هذا، مشروع تونس الاجتماعية، مشروع تونس التقدمية، مشروع تونس الحداثية، مشروع تونس الحرية، هذا اللي عملنا وعملنا تقييم لنا لازمنا نساهمه الإنجاز نتاعنا الدستور وإلا في الوزارات اللي شديناها سواء سخلي الزاوية في وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هدى البلاد، سواء أنا في وزارة المالية اللي حافظنا على التوازنات المالية وبدينا في الإصلاحات، هذا من اللي حاسبون عليهم العباد. وصارت أخطاء متحملين المسؤولية السياسية في الأخطاء اللي صارت، أما كي نجيو نقارنوا بين هالخمس سنين اللي عشناهم هذوما من التبهذيل خلينا نقول، وحتى شيء متبناه في المؤسسات، حتى هيئة متبنات، حتى محكمة دستورية ما بنيناهاش في مسار التأسيس، عاودنا نركعوا في القضاء ونركعوا في الإعلام، الأمور الاقتصادية حدث ولا حرج، ما غير ما نرجع قارن وحدكم باللي زانديكاتور وين كنا في المديونية وين احنا توا في 45 توا في 75 الدينار، هذا التونسي الكل يعرفوا الوضعية هذه. ولهذا احنا عدد ديبة بالمنطلق انه عنا ايمان باللي نعملوا فيه ونغلطوا واحنا ما ابريتوا اشخاص نتجدوا، فمع عباد تمشي وعباد تجي، ومن جهة اخرى عنا ثقة في التونسة اللي هم يميزوا ويقارنوا، وهذا هو اللي يعمل في السياسة يلزم يكون عنده ثقة في شعبه، ما يلزمش يكون عنده الشعب هذا ما يفهم شيء والنجم من نهز وين من حب، لا الشعب يقارن. وتبارك الله انا كي تقدمت تو اللي نشوف العباد اللي جايه تلتحق يوميا في الجهات وفي الصعيد المركزي وكل ما نزيد نقدم في مشروعي، لاني انا نحب نطلع في الدباء، انا نحكي على انا قدمت برنامج، قدمت رؤيتي البارح في مادة صحفية باش نخرج العباد من هالتشكشيك والقيل والقال ودرشكون وهذا عمل وهذا ما عملش، هي تحكيوا على البرامج، انا حنحط في اللي كونديدا في جيبوا برامجكم، جيب هات نحكيوا اللي يصلح لتونس، ما ترجعوناش للحكايات الفارغه، وذاك اللي انا نحب نعمله. والتوانسه باللي نحس فيه بالتجاوب بالعباد اللي تحب تلتحق يا خويا نحبوا نجيو معاك، نحسوا اللي فما حاجه جديده فما امل، هذوما هما اللي نلوش فيهم. وانا ديما قلت لك من منطلق انه التوانسه عندنا ثقه فيهم، التوانسه اللي عملوا ثوره واللي مواصلين في المسار واللي دغمه كل الدعوات باش هالمسار هذا يتكسر كما تكسر في كل الدول نتاع الربيع العربي، هذا كل بذكاء التوانسه، ما فماش عباد من برا جاي، هذوما التوانسة يعرفوا وقتاش يوقفوا، ثنية غالطة وقفوا في 2013 وعندهم الحق كان في 2013، وقفوا كي بات الباجي قايد سبسي باش يقولوا
رانا احنا ماناش منقسمين ورانا متوحدين. وقفوا باش يقولوا احترموا الدستور. هذو ما هم التوانسة اللي انا هذو ما اللي يعنيوني. الباقي الكل هل يحبوا يرجعونا عركة ويرجعونا عركة الحكايات الفارغة، مش هذو بقى اللي يعنيوني. خليني نقول في الاخر اللي يعنيوني هو الشعب اللي يحب يرتاح على اولاده، يرتاح على امنه، يرتاح على مستقبله، يعاود يحلم الشاب اليوم ولا يحلم باش يعرس ولا يحلم باش يلقى خدمة. هذو اللي يهموني انا. وانا نتنقل البارح كنت في نابل مع فلاحة، وكنت في سفاقس مع مجموعة من ذوي الاحتياجات الخصوصية. بعد نحكي مع التوانسة كل اللي هما طالبين حاجة أخرى باللي نحاولوا بالسيف نحبوا نزوم المربع لأسباب معناتها كفوت يتيل على 2014 ما هيش في مستوى التوانسة للأسف نقوله. وإن شاء الله هالبرامج واللي أنا قاعد نعطي فيه يرجع العباد في الثنية الصحيحة. هاتش عندك باش تعمل التوانسة، هاتش عندك باش تخلصنا من أزمة هذه اقتصادية، هاتش عندك باش تونس تولي فخورة. ما يوليش التونسي ماذا بيه من اللي عنده شهادة للي بطال أمنيته الوحيدة أنه يحرق من هالبلاد، سواء بالطيارة لأنه عنده باسبور وعنده خدمة سنة فيه، سواء مروح في البحر. يلزم التوانسة، أنا هدفي كان في الخمسة سنين هذوما بعد خمسة سنين يوليه التوانسة على الأقل تتنحى من مخهم هذه البرة. في تونس خير يكونوا نجح.